ما إن يلوح رمضان بالأفق حتى تتغير معالم الجمعيات والمراكز الإسلامية بسويسرا استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، حيث يتوافد المسلمون بمختلف جنسياتهم للمراكز الإسلامية للمشاركة في النشاطات الثقافية والدينية خلال شهر رمضان، وتناول وجبة الإفطار في جو عائلي بديلا يعوض غالبية المهاجرين صعوبات الغربة بعيدا عن الأهل والوطن. حقيقة شهر رمضان شهر القرآن ومسارع للخيرات، لذلك فهو مميز عند المسلمين هنا في سويسرا، خاصة في جنيف. فهناك بعد اجتماعي في التقاء الأسر مع بعضهم من خلال مسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية بجنيف، حيث تقام صلاة التراويح إضافة النشاطات الثقافية ودينية ومواعظ بعد صلاتي الفجر والعصر. وطبعا المؤسسة تقيم إفطار صائم، هناك تقريبا من 450 إلى 500 شخص من المسلمين صائمين هنا يرتادون المؤسسة لتناول الإفطار مع أخوانهم بعض. عملية إفطار الصائم سنة دأبت عليها الجاليات الإسلامية بسويسرا منذ أمد بعيد، ويعتبر الإفطار الرمضاني الجماعي شكلا من أشكال التضامن والتكافل الاجتماعي، حيث يضاعف رمضان الشعور بالغربة لدى المهاجرين، فتحرص العائلات للتخفيف عن ذلك بتبادل الزيارات وتنظيم وجبات الإفطار الجماعية في القاعات الخاصة والمراكز الإسلامية. في هذا الشهر الكريم تجتمع جاليات عديدة من بلدان عديدة إسلامية في هذا المسجد المبارك، ويتابعون جملة من المناشط التي تؤلف بينهم. فكما نعلم أن هناك عدد كبير من الجاليات من هم فرادى وليس لهم عائلات، فتوفر لهم المؤسسة الإسلامية الثقافية في جنيف محضنا لكي يستمعوا فيه القرآن الكريم، يتدارسون فيه القرآن الكريم، يتابعون فيه صلواتهم، وأيضا توفر لهم طعام الإفطار فيتآنسون بإخوانهم ويتبادلون أطراف الحديث ويخفف ذلك من غربتهم. الجالية المسلمة في جنيف وفي سويسرا وفي أوروبا تعاني نفس المشاكل أو التحديات في شهر رمضان، ومن أبرز هذه التحديات هو طول اليوم، خاصة لأبنائنا أو خاصة للعمال. فأبناؤنا يصومون قرابة 18 ساعة، الليل قصير جدا، ثم فيه صلاة التراويح التي ننتهي منها على الساعة 12 ليلا، ثم فيه سحور وصلاة الفجر، ثم الدوام يبدأ على الساعة 8، يكون الفرد في مصنعه أو في مكان عمله، وكذلك التلميذ يكون في المدرسة في هذا الوقت. يعيش مسلمو سويسرا في شهر رمضان حالة من التوازن بين النظام الحياتي الخاص الذي تفرضه هذه المناسبة وبين متطلبات الوتيرة السريعة للحياة اليومية في مجتمع لم يألف خصوصيات هذه الممارسة. ولا يخلو صيام رمضان في سويسرا من بعض المصاعب، خاصة عدد ساعات الصيام التي غالبا ما تصل إلى 18 ساعة في اليوم. تضفي مائدة رمضان بسويسرا جوا عائليا بديلا يعوض المهاجرين معاناة الغربة والبعد عن الدار والأهل. طه يوسف حسن، برنامج الركن الرابع، قناة الإخبارية، سويسرا.